ماشي ورد دبلاني ناطرتك أنا وعم دور حب تاني حتى أشوف الهنا متلش ورد دبلاني ناطرتك أنا وعم دور حب تاني حتى أشوف الهنا وين راحت لبعيد صار بدي حب جديد شوفك بوجه وخبي حزني بعيوني أنا وين راحت لبعيد صار بدي حب جديد شوفك بوجه وخبي حزني بعيوني أنا شبك؟ شو مو شايفة؟ ارفعي ورجينا وشك. العفو يا أستاذ، بعتذر على مقاطعتك بس ما فيك تطلع على وشها. هالمدام ملكة ميوار وبصراحة بس زوجها فيه يشوف وشها لهيك ما بتقدر ترفعه. مدام بترجاكي ترعدي رجاء. أنا عندي إحساس إنه هالمخلوقة هاي بتكون سندورة. بس عفواً يا مدام، هاي مو بتكون الملكة؟ ما بظن، لازم نتأكد من هالشي. ضيوفنا المحترمين، أنا بعتذر من كل الموجودين على الشي اللي صار. رح نرجع نكمل الرقص، يلا. شوفي زوجك تركك لحالك بهي الحفلة ومرتي كمان تركتني وراحت، مشان هيك نحن الاثنين لحالنا الليلة. انت شو رأيك نكمل شهر العسل مع بعضنا اذا بدك؟ شو هالحكي الفاضي؟ شبك لا تنزعجي يا مدام، انت مرة حلوة وانا كمان رح اعجبك، ما في مشكلة اذا قضينا شوية وقت مع بعض. بصراحة انا عقلي منفتح، ما عندي مشكلة بهالقصص، لا تخجلي. يلا انت كيف بتتجرأ تلمسها؟ خلص روح. رانفير تعا رانفير خلص رانفير. بقى كرمالي اهدى.
روح. رانفير، أنا متأكدة بيحبني كتير وما حدا بيقدر يبعده عني. أنا رح أعمل المستحيل لبعدكن عن بعض وأعكن حدا يفكر إنه صعب هالموضوع علي أو تتوهموا إنه ما في شي بيفرقكن غير الموت. شو في رانفير؟ انت شو قصتك سومان؟ ليش كل ما بتشوفيني بتضميني؟ شو؟ شو اللي بدك يا مني؟ انا يلي من حقي اعرف شو عم يصير معه. انت شو بدك؟ طلع بعيوني، انا بعرف انه انت بتحبني كتير وبتعشقني، واثبت لي انك بتحبني من ردة فعلك جوا. طيب ليش هداك الزلمة تصرف معي بوقاحة وانت ما قدرت تتحمله لأنك بتحبني؟ شو؟ شوفي، لو كان أي حدا تاني بمكاني أنا كان عمل مثل ما عملت. يعني قصدك إنه أنت هلأ ما بتحبني؟ جاوب، ليش سكتت؟ بتحبني؟ خليني أمشي. إذا ما بتحبني ليش كتير متوتر؟ وليش مو قدران تحط عينك بعيني وتحكي؟ أنا متأكدة إنك بتحبني رانفير، وكتير بتحبني. رح ضل وراك لتعترف بمشاعرك إلي، ومانك مطول لحتى تحكي. شو عم تحاول تعمل؟ شو انت ما عندك عيون تشوف فيهم؟ انتبه منيح وين عم تمشي. شكرا مدام، شكرا. ليش جمدت بأرضك مثل العشقان؟ شبكي يا مدام،
انت فيقتيني من حلمي هلا. هديك المرة اللي هنيك رجعت لي ذكريات حب طفولتي الوحيد. ولا اجدب حاش تحلم بقى. انت اطلعت بوشها منيح وعرفتها مين هي؟ انا ما قدرت اشوف وشها منيح لانه حاطه خمار، بس انا عندي احساس كتير قوي انه هاي المرة سندورة.